إذا أردت رسم يد، سأرسم يد بشكل سريع، سأرسم يد يسرى إنها تبدو شيء كهذا. هذه يد يسرى. الآن إذا أخذت صورتها في المرآة، لنقل هذه مرآة هنا ونريد أخذ صورة المرآة، سأرسم صورة المرآة بالأخضر. إذا صورة المرآة لها ستبدو هكذا، ليس تماما لكن وصلتكم الفكرة. صورة المرآة من اليد اليسرى تبدو كيد يمنى. الآن مهما حاولنا نقل أو تدوير هذه اليد عفوا، ربما أقوم بتدويرها 180 درجة. إذا هذا الإبهام سيكون على الجانب الآخر كهذه الصورة هنا، لكن مهما حاولنا لن نكون قادرين على تطبيق هذا الشيء كهذا أو جعل هذا كهذا. ويمكن نقله وتدويره لكن هذا لن يحدث، لن أكون قادرا على تطبيق اليد الزرقاء على الأعلى من اليد بالأخضر. عندما أقول تطبيق حرفيا أعني وضعها بالضبط على الأعلى من اليد بالأخضر. عندما يكون لدينا شيء لا يمكن تطبيقه على صورته في المرآة سيكون هذا كايرال، not super impossible on its mirror image، سيسمى حينها كايرال، not super impossible on its mirror image. إذا رسم اليد هنا هو مثال لشيء كايرالي، كايرال. أو أعتقد أن اليد هي مثال على الأشياء الكايرالية، كايرال أوبجكتس. هذه ليست متطابقة مع صورة المرآة، وهذا منطقي لتسميتها كايرال، لأن الكلمة جاءت من الكلمة اليونانية والتي تعني يد. Greek for hand. وهذا التعريف لعدم وجود تطابق بين الأصل وصورة المرآة هذا ينطبق على إذا كنا نتعامل مع الكيمياء أو الرياضيات، أو الأيدي بشكل عام. إذا توسعنا بهذا التعريف في الكيمياء، لأن هذا ما نتحدث عنه هنا، لدينا مفهومين هنا. هناك جزيئات كيرالية ومن ثم هناك مراكز كيرالية، كايرال موليكيولز، ودعونا نسميها ذرات كايرالية. المراكز الكايرالية دعونا نسميها ذرات كايرالية، كربونات كايرالية، لأننا في الكيمياء العضوية. إذا لدينا هذه الذرات الكايرالية، كايرال أتومز. الآن الجزيئات الكايرالية هي الجزيئات التي لا تنطبق مع صورتها في المرآة. Not سوبر امبوسيبل، لن اكتب كل شيء، تعلمون ليست متطابقة، فقط ساكتب هذا not سوبر امبوسيبل، سوبر امبوسيبل اون ميرور، not سوبر امبوسيبل اون ميرور ايمج. الان الذرات الكيرالية هذا بالضرورة صحيح، لكن عندما ننظر للذرات الكيرالية داخل الجزيء، أفضل طريقة لتمييزها هو أنها بشكل عام، أو ربما يجب القول ربما أنها ستكون ذرات الكربون. usually carbons are carbons، لأننا نتعامل مع الكيمياء العضوية، لكن يمكن أن يعتبر أي ذرة، كبريت، فسفور، لكن في العادة ستكون هي عبارة عن الكربونات المترابطة مع أربع مجموعات مختلفة. usually are carbons bonded to four different groups. ما أريد أن أؤكد أنها مجموعات وليس أربعة من الذرات المختلفة، ونوعا ما لتسليط الضوء على الجزيء الذي يحتوي ذرة كيرالية أو كربون كيرالي، يمكن فقط التفكير في هذا. لنقل أن لدينا كربون هنا وسوف أنشئ هذا، إذا هذه ذرة كيرالية، بحيث أن الكربون هنا هو ذرة كيرالية وهو في جزيء كيرالي. ثم سنرى الأمثلة التي أحدهما أو كلاهما أو كل من هذه صحيحة. لنقل أنه مترابط مع مجموعة مثل هذه الرابطة نوعا ما باتجاه خارج الصفحة. لنقل أن البروم هنا، لنقل أن خلفه لدينا هيدروجين، ومن ثم في الأعلى منه لدينا الفلور. الآن إذا أخذنا صورة مرآة لهذا الشيء، هنا لدينا الكربون في المركز، أريد أن أقوم بهذا بنفس اللون الأزرق. لدينا الكربون في المركز ومن ثم لدينا الفلور أعلى الكربون، لدينا البروم يسير في هذا الاتجاه،
لدينا مجموعة المثل ما زالت خارج الصفحة. إذا CH3، ومن ثم لدينا الهيدروجين الذي ما زال في الخلف. هذه صورة المرآة. إذا بينا هذه كنوع من المرآة، فإنه يمكن الرؤية على كلا الجانبين من المرآة. الآن لماذا هذا كايرالي؟ هو حسنا، هو نوعا ما تحدي متعلق بالقدرة على التصور. مهما حاولتم تدوير هذا الشيء هنا، لن تكونوا قادرين على جعله كهذا الشيء بالضبط. قد تحاولون تدويره في الأنحاء هكذا، وتحاولون أن تحصلوا على مجموعة المثل هنا وجعلها هناك. إذا نحاول عمل هذا. إذا حاولنا جعل مجموعة المثل هناك، ماذا سيحدث المجموعات الأخرى؟ حسنا، مجموعة الهيدروجين ستكون، أو يجب القول، ذرة الهيدروجين ستنتقل هنا، والبروم سينتقل لهنا. إذا هذا سيكون متطابق إذا كان هذا هيدروجين وهذا كان بروم، لكنه ليس كذلك. يمكن تخيل أن الهيدروجين والبروم تم تبديلهم أو تبديلهم، يمكن قلب هذا وعمل أي شيء آخر أو محاولة تدويره في أي اتجاه، لكن مهما حاولنا لن نكون قادرين على تطبيقهم. إذا هذا الجزيء هنا هو جزيء كايرال، وهذا الكربون هو مركز كايرالي. إذا هذا الكربون كربون كايرالي، كارب كايرال كربون كايرال كايرال كربون هو أحيانا نسميه كربون غير متماثل أو مركز كايرالي. أحيانا قد تسمعون شيء يسمى ستيريو سنتر، وهو مصطلح عام لأي نقطة في الجزيء تكون المجموعات المرتبطة بها غير متماثلة. لكن كل هذه خاصة عندما نراها في كتب الكيمياء المتقدمة تميل لأن تكون كربون مترابط مع أربع مجموعات مختلفة. وأريد أن أؤكد لها أنها ليست أربع ذرات مختلفة. قد يكون لدينا مجموعة مثل هنا ومجموعة بروبل هنا، والكربون سيكون ما يزال مترابط مباشرة إلى الكربون في كلا الحالتين، لكن هذا لا يزال كربون كيرالي، وهذا سيكون ما يزال جزيء كيرالي. في الفيديو التالي سنقوم بتناول العديد من الأمثلة، سنفحص الجزيئات ونحاول تحديد الكربونات الكيرالية، ومن ثم إيجاد إذا كان الجزيء كله كيرالي أم لا. نراكم.